السلام عليكم. ان شاء الله في هذه الظروف هذه غادي نحاولوا نتعرفوا على واحد لوجيسيال اللي غني على التعريف، هو افتر افكت اللي كتخدم به اغلبيه القنوات الكبرى كالجزيره والعربيه. ومعظم الدعايات اللي كنشوفوا في هذه القنوات فهي مخدومه بافتر افكت، اللي يعني فيه واحد الميزه ديال الابداع ويعني كتخدم الخيال ديالك، ماشي بحال الوجيسيالات الاخرى اللي كتخليك انك تدمج مثلا الصور مع الفيديو ودفع عليهم واحد الاضافه اللي كتكون تتلشر مع داك اللوجيسيال مثل سوني فيغاس وكات فينال برو. فهاد اللوجيسيالات هادي فقط كتعطيك في فقط لوجيسيالات بسيطه جدا لدمج الصور والفيديوهات و يعني ماشي واحد الاحترافيه. اما افتر افكت فهو واحد اللوجيسيال يعني اللي احترفوا يمكن له صايب شي حاجات ان شاء الله واعرين. ان شاء الله نحاولوا نتعرفوا في الظروف هادي على الدور ديال هاد الاضافة هادي كنخدموهم وكيفاش يعني، وغادي نحاولو نتعرفو على بعض لي زيكون لي غادي تكون هنا كاينين، شنو الى شي خدمو ولا شي صلاحو. غادي نعرفو انت كيفاش نحاولو ندورو شاشة العرض، كيفاش نخدمو 3D، كيفاش نخدمو 2D، 2D، كيفاش نصايبو الانيماسيون، كيفاش نديرو المونتاج ديال الفيديو، كيفاش نكتبو دي تكست ونحركوهم، كيفاش نحركو الشخصيات، يعني كيفاش نصايبو ندمجو الصور مع الفيديو. يعني ان شاء الله هادشي كامل غادي نحاولو نتعرفو عليه في هاد الظروف هادي، وان شاء الله نحاولو نوصلو الاحترافية. المهم نبداو على بركة الله. اول حاجة ملي كتحل افتر افكت فهادو هما الانترفاس اللي تخرج ليك، تخرج على هاد الشكل هذا. هنايا كاين واحد المنطقة تسمى تيم لاين اللي فات لي ديجا خدم في فوتوشوب، فهادي كتشبه ديك المنطقة هاد لايرز اللي في فوتوشوب. هنا هذه هي الشاشة العرض اللي غادي نخدمو عليها. هنايا هاد المنطقة هادي هي المنطقة اللي كنحطو فيها دوك لي فوطو ديالنا، لي فيديو، لي زافي اللي نصايبو، اللوغو، داكشي ديالنا. هنا هادي المنطقة اللي هنا تيكونو عندنا دوك يعني امتى نظهرو هاد، امتى يبان هاد الصورة، امتى متبانش، امتى يخرج هاد الشخصية، امتى تبان، امتى هدا. هادشي كامل ان شاء الله غادي نحاولو نتعرفو عليه في المراحل القادمة ان شاء الله. فقط من تنبغيو نبداو ندير واحد الفيديو جديد او واحد بروجي، فقط كنجي هنا الكومبوزيشن كنكليكيو عليها، كتمشي هنا الكومبوزيشن او كنترول ان، يعني اي حاجة يعني يمكن لك تخدمها بلا صوري ويمكن لك تخدمها بكلافيو، يعني بجوج كنكليكيو عليها بحال هكا وكنعطيو اسم لهاد الكومبوزيشن ديالنا مثلا كيفاشو، نعطيو الاسم. من بعد كنجيو هنايا تنختارو داك القياس اللي غادي نخدمو به. شنو زعما يعني هاد الفيديو ديالنا نصايبو فين غادي نخدمو، يعني واش غادي نخدمو في الشاشة ديال الحافل ديالنا ديال البيسي، او اننا غادي نعرضوه في التلفاز، او اننا غادي نعرضوه في شي حاجة. يعني لكن احنا هاد الدروس ديالنا كاملين غادي نخدموهم غير في البيسي، يعني نختارو بال دي في فهي مخصصة للشاشة ديال الحواسيب. اما الا كنتي محتاج شي يعني تعرضو في شي حاجة اخرى شي اخرى، يعني ممكن تختار اش دي تي في او مقاس كبر. من بعد كنجيو هنا كنختارو الجودة ديال الفيديو ديالنا، يعني هاد الفيديو هذا واش بغينا يكون بجودة عالية او جودة متوسطة او ضعيفة. فقط نختارو فال فهي جودة عالية. ومن بعد كنجيو هنا كنختارو المدة الزمنية ديال هاد الفيديو هذا، يعني شحال المدة الزمنية ديال هاد الفيديو اللي غنصايبو، واش تكون فيه 30 ثانية، ساعة، دقيقة. يعني معظم الدعايات فقط والاشارات مكتجاوز واحد 30 ثانية، غنخليو 30 ثانية. هنا ديك شاشة العرض ديالنا يعني اللون ديالك كيبغينا يكون مثلا واش اسود ازرق، حنا فقط نختار بهذا اللون هذا نخدم به. اوكي كما تلاحظوا هذه الشاشة اللي كتظهر لنا هنا هي اللي غادي نخدمو فيها. هادي هنا المنطقة اللي كنحطو فيها دوك لي دوسي ديالنا، لي فيديو، لي فوطو. هذا فقط الى بغينا نحطو شي نضيفو شي صورة او فيديو تنكليكو على بوطون دروا بلا سوري امبورت فايل او ولا كونترول ال فايل، كنكليكيو بحال هكا كنختارو مثلا الصورة. ولا بغينا نضيفو بزاف ديال الصور وفيديوهات مرة واحدة فقط كونترول ونزيدو نضيفو الصور وفيديوهات، كليكو اوفر. تلاحظو ان الصور ديالنا والفيديوهات تم التحميل ديالهم في داخل اللوجيسيال ديالنا. بغينا نرتبو هاد الصور هادي باش يعني واحد الفترة ملي غادي توصل لواحد المرحلة غادي يقوى عليك دوك الصور والفيديوهات والشخصيات والكتابات، ما غاديش تعرف كل حاجه فينايا. فقط كنحاولوا نجيو هنا بوطون دروا نيو فولدر فقط باش كننظموا الخدمه ديالنا. مثلا كنكتبوا فوتو كنشدوا لي فوتو ديالنا كنسيلكسيونوهم ونجروهم للفوتو
مرة أخرى بوطون دروان نيو فولدر فيديو. هلا كنت سيليكسيونيو دوك الفيديو ونسحبهم الفيديو. فقط هذه غير باش ننظموا الخدمة ديالنا. يعني مثلا بغيت شي صورة فقط كنجي كنكليكي على هاد الفلاش هذا تيخرجوا لي الصور ديالنا. يعني دابا شنو شي بقى لينا انني كيفاش غادي نشدو هاد الصور هادي ونضيفوهم هنايا لشاشة العرض باش نخدموا بهم. كاين جوج ديال الطرق. الطريقة الأولى فهي بالسحب ديال هاد الصورة هادي لمنطقة العرض هنايا. والمرحلة الثانية انني كنختارو نحاول القياس ديال الصورة نلائمو مع شاشة العرض. الطريقة الثانية فهي بسحب الصورة الى منطقة التايم لاين اللي هضرنا عليها سابقا. وكما تلاحظ واحد الحاجة اننا ملي دخلنا الصورة الثانية ما تمش الظهور ديالها. يعني شنو يعني فهي مختفية وراء الصورة مختفية وراء ديك الصورة اللي قدام. فقط كنمشيو لديك الصورة الاولى كنجيو هنا تلقى واحد العين مرسومة. الى كليكينا عليها تختفي لنا الصورة الاولى كتبقى لنا الصورة الثانية. تنحاولو نقومو بالصق طول العرض ديالها على شاشة العرض بحال هكا. من بعد كنرجعو داك العين باش كتبان. دابا بغينا مثلا في هاد الصورة الاولى عند الثانية الخامسة هنا تختفي الصورة الاولى وتظهر الصورة الثانية. كنحركو هاد الفلاش هذا الثانية خمسة وكنسيليكسيونيو الشريط ديال الصورة الاولى كنطلعو الايديت سبليت لاير. تلاحظوا ان الشريط عند الثانية الخامسة تم القص ديالو. يعني حنا محتاجين لهذا الشريط اللي في الاول لكن هذا يعني بغيناه نمسحو. كنسيليكسيونيو بحال هكا ونرجع مرة اخرى ايديت كلير او ديليت من الكلافيو بحال هكا. كنلاحظوا انه تم ازالة ديالو. الطريقة الثانية فهي بسحب الشريط هكذا كما قلت لكم في افتر افكت فهو يعني حلو في الخدمه ديالو الصراحه هكا. فالان شنو غادي يطرا؟ فالصوره الاولى غادي تظهر من الثانيه صفر حتى الثانيه الخامسه وتختفي وتظهر الصوره الثانيه اللي غادي تختفي في الثانيه الحادية عشر مثلا. ان شاء الله في الدروس القادمه غادي نحاولوا نعرفوا كيفاش نضيفوا هاد لي زيفي هادو اللي هنايا. فهي نفس الطريقة فقط كنشدوهم ونسحبوها هنايا وكنخدمو عليها. يعني ها هي اللي كتكون ضافت هنا وتنحاولو نخدمو بها. هاهما تعطيك هنا شنو غادي دير كيفاش تخدم. ان شاء الله هادشي كامل غادي نعرفوه في المراحل القادمة ان شاء الله وخصنا نسربو. اللي غادي نقول لكم هو انكم اي حاجة درناها حاولوا تطبقوها وحاولوا تزيدو تعرفوه. حاولوا يعني اللي بغيتي تتعلم الحاجة خصك تبقى تخدمها. يعني مثلا راه ماشي اي واحد فينا زاد يعني عارف ولا فاهم. كلنا ان شاء الله كنتعلموا وكنعرفوا. واستودعكم الله في درس اخر ان شاء الله.